مبارك عليك الزواج يا سيدتي راعية. إسماعيل، هل حقا سأتزوج إسماعيل؟ هل سأكون أما لأولاد ابن خليل الله؟ هل سأعيش مع نبي الله في بيت واحد؟ الحمد لله، الحمد لله. وأخبر إسماعيل أمه هاجر بأنه سعيد لزواجه براعية، وأن الله قد عوضه خيرا عن زوجته الأولى. وفرحت هاجر بما فرح له إسماعيل، وأخبرته هاجر أنها تتمنى زيارة خليل الله له، وأن يستحسنها ويباركها ويرضى عنها. ووصل إبراهيم عليه السلام أمام منزل إسماعيل وقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، هل من منزل؟ تفضل. قال إبراهيم: أتكرمون الضيف؟ أعندكم ما تقدمونه للضيف؟ نعم إن شاء الله، فادخل رحمك الله فاطعم واشرب. قال إبراهيم: ما طعامكم؟ اللبن والماء. قال إبراهيم: هل من حب الشعير أو القمح؟ نحن في نعمة. قال إبراهيم: بارك الله في طعامكم. ادخل أيها الشيخ الجليل، عندي قربة ماء من زمزم، اغسل وجهك ورأسك من حر الطريق، تفضل. قال إبراهيم: إن جاء رب البيت فأخبريه أني أبوه، وقولي له: ثبت عتبتك فإنها صلاح لك. فلما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بما قاله لها أبوه، فقال لها: أنت عتبة البيت، وإن أبي قد رضي عنك. يا إخوتي في الله، نريد مكانا نذهب إليه نتقرب فيه إلى الله تعالى. سأذهب إلى خليل الله وأخبره بهذا، فهي أمنيته لنا أن يكون هناك مكان يجتمع فيه المؤمنون لتوحيد الله. وأظن أن الله لا يرد سؤال نبي الله إبراهيم في أن يجمع عباده الصالحين لعبادته وتقديسه. يا خليل الله، لقد تركتنا وقد تعلقت قلوبنا بك، وكنا نخاف من الكهان الظالمين، وإنا لنا معابد للكفر في كل مكان، ونريد بيتا لله الواحد الأحد، ونريد معرفة شعائر ديننا الحنيف. يرد إبراهيم: إن ربي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فوضوا إليه الأمر كله وقولوا: اللهم قدر لنا الخير وأرضنا به حيث كان. وينزل الوحي على خليل الله يخبره أن الله يأمره بأن يرفع القواعد من البيت الحرام، وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويحمد إبراهيم الله ويسمع ويطيع، ويخبره الوحي عن رب العالمين بأن هذا البيت هو بيت الله في الأرض،
ويا له من شرف لأنت ابنيه يا إبراهيم. وينزل إبراهيم من الجبل يسافر إلى مكة لينفذ أوامر الله. وذهب الخليل عليه السلام إلى إسماعيل في وجود زوجته، ويخبر إبراهيم سيدنا إسماعيل ببناء البيت. إنه لشرف عظيم لقبيلة جرهم ولكل من يسكن الوادي. وسأله إسماعيل عن ميعاد بناء البيت، فيقول له الخليل: الآن سيتم بناء البيت. إبراهيم برفع الربوة الحمراء وتسوية الأرض التي كانت عليها، ثم عين أركان الكعبة، فبدأ بالركن الذي يتجه نحو اليمين وقال: هذا يمين الكعبة، ومن هنا يبدأ الطواف بها، فمن دخل الكعبة فليبدأ باستلام هذا الركن. وأوحى الله إلى إبراهيم.